الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث لا يزال في التكبر، اللي مر آيات متعددة تذكر أن الأنبياء كانت ترفض دعوتهم، كانوا يواجهون من المدعوين أو من كثير من المدعوين بسبب التكبر، وتبين أنه هي المعصية الأولى اللي حصلت في الأرض، كما يحكي القرآن الكريم عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن نريد أن نفهم حقيقة التكبر والفرق بينه وبين العجب، وأيضا نريد أن نعرف الفرق بين الكبر والتكبر والاستكبار، مش مثل بعض. يقولون إنه العجب هو أن يرى الإنسان في نفسه صفة، نعمة، صحة، جمال، علم، موقع، يرى أي شيء من المظاهر فيعجب بنفسه، يرى في نفسه أنه هو صاحب مرتبة، منزلة، صاحب ثروة، صاحب مال، صاحب غنى، فيعجب بنفسه. الإنسان يعجبه أن يكون في مسألة الغنى ومسألة الموقع ومسألة أنه يكون متميز بالمجتمع. طيب، الكبر يقولون هو أنه هذا الإنسان اللي وجد هاي الصفة المتميزة في نفسه بصير يقارن بينه وبين الآخرين. يعني حتى يتحقق الكبر، حتى يتحقق هذا المفهوم، بده يكون في عندي شخص يرى في نفسه هاي الميزة، هاي الدرجة، هاي المنزلة، ثم ينظر إلى آخرين يفقدون هذه المنزلة، ما عندهم مال، بصير يقارن بينه وبين الآخرين: أنا أكثر منه مالاً، أكثر منه ولداً، أكثر علماً، أنا من العائلة الفلانية هو من العائلة أخرى، أنا صاحب المقام الفلاني هو صاحب هذه. شو صار؟ كبر. هي الحالة النفسية تحصل من المقارنة بينه وبين غيره. إن بقيت هاي الحالة النفسية عنده، هاي تسمى كبر. إن ذهب حتى يبدأ يتصرف على أساس هاي الحالة النفسية بعد أن مايز بينه وقايس بينه وبين الآخرين، وشاف إنه هو الآخر أدون منه منزلة، علما، مالا، إلى غيره، يبدأ بالتصرف على هذا الأساس، هذا بيقولوا له تكبر. بدأ شو يعمل؟ بدأ يظهر هذا الباطن اللي هو عنده الكبر، صار عم يظهر ضمن سلوكيات. وهي مشكلة الناس في المجتمعات، أنه شو بتعمل؟ تتكبر. في بعض الناس تتكبر وفي بعض الناس تستكبر. الاستكبار قالوا، نحن باللغة العربية جميلة، اللغة العربية بيقولوا كل ما زاد حرف بالكلمة بيتغير المعنى، بتعطيك على معنى آخر. شوف الكبر وين طلع؟ إنه هو بس الصفة اللي بالنفس. التكبر لما زاد كلمة تاء، حرف تاء عفوا، شو صار؟ صار إنه قالوا هذا التكبر، وقت اللي بقايس بينه وبين الآخرين، وبصير شو بده يعمل؟ بده يتصرف على أساس ما يعتقده في نفسه من منزلة. الاستكبار هو هذا الإنسان اللي هو فاقد لهذه الدرجة،
ويريد علوا في الأرض، يريد فسادا في الأرض، يريد أن يستعلي عن الآخرين، يطلب أن يكون في منزلة أعلى. هذا بقوله بعد القرآن الكريم وقت حكى عن المستكبرين، هن ليس لهم حق أن يكونوا في هذه المنزلة، يطلبون منزلة ليست من حقهم، ليست من شأنهم، ولا يستحقونها. يعني فرعون أو هامان أو قارون أو إبليس أو كل هول مرأوا أبى واستكبر، شو طلب؟ طلب منزلة ليست له، منزلة لا يستحقها. طيب، إذن هذه بشكل ملخص. هلأ بالمجال الأخلاقي بيذكروا علماء الأخلاق نماذج من هذه السلوكيات اللي علينا أن نتعرف عليها لنحذر منها، اللي نحذر منها. نحن منعيد، قلنا أنه الكبر هو أنه يشوف في نفسه هاي المنزلة، وعندما يقايس الآخر يبدأ بالتصرف تصرفات معينة. مثل شو هاي التصرفات؟ قالوا مثلا أن يترفع عن الأكل معه والجلوس معه، بصير يشوف أنه مثلا افترض واحد عنده خادم بالبيت، شو أنا بقعد أنا والخادم؟ ما بيصير. تيجي لسيرة أهل البيت عليهم السلام، لأم زين العابدين عليه السلام، كان يؤكل خادمه، شو كان يعمل؟ يحط الأكل يقعد هو والخادم. ليش؟ كلنا لآدم، كلنا أبناء آدم، كلنا خلق الله. فإذا هذا السلوك انه أنا بشوف انه لا أنا فلان ما بقعد باكل معه، بتشوف مثلا بالاعداد والمناسبات. للاسف في شيء بسموه بروتوكول، هذا البروتوكول كيف بينصرف ب يعني بالاخلاقيات وبالسلوكيات الاسلاميه ما بعرف، انه انت مثلا بحطوا طاولات. افترض يا اخي جيت أنا على هذا المكان وما لقيتهم حاطيني بالطاولة الرئيسية، برفض وبروح باعتبرها إهانة. ليه؟ أي طاولة من الطاولات الموجودة اجلس عليها، عملوا من قيمتك الجماعة ودعوك، اجلس على أي طاولة من الطاولات. وقت اللي بيحكوا عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقولوا كان بيننا كأحدنا، كان بيننا كأحدنا. كان عندما يأتي إلى المجلس يجلس، أين ينتهي به المجلس؟ يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذه نموذج من السلوكيات. نموذج آخر أنه أنا ما بمشي مع فلان، لا أرافق فلان، لا أمشي مع فلان، لا أصاحب فلان، أنا فلان أبعده عن نفسي. ليش؟ لأنه هو من مستوى آخر، من طبقة أخرى. عليكم السلام، من طبقة أخرى. أني أرفض أن يجلس إلى جانبي. وهذا القرآن الكريم حكى بأنه عدة مرات في مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن مجموعة من الأنبياء أنه كانوا يجوا لعند النبي يقولوا له نحي عنك هؤلاء، عند مجموعة من الأنبياء مش بس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، نحي عنك هؤلاء نجلس معك، شأننا مستوانا مقامنا منزلتنا ما بيسمح لنا نجلس نحن وفلان عندك، أنت صاحب شأن ماشي، جايين نحكي نحن وياك، نسمع لك تسمع لنا، نحادثك نناقشك، بس إنه هؤلاء اللي هن بيعتبروهن أراذل المجتمع، حتى قالوا له ما نراك اتبعك إلا أراذلنا، اللي هن في المستوى الأدنى مستكبرين. أنا فلان بدي يكون مع بلال خادمي اللي اشتراه فلان وأعتقه وصار مسلم، أنا بدي أجلس أنا وياه مع بعض؟ أنا بدي حج أنا وياه مع بعض؟ بدي طوف أنا وياه مع بعض؟ استكبار. فشو بيعمل هذا السلوك؟ يرفض أن يجلس بجانبه، أن يصاحبه.
كمان من السلوكيات اللي نبهوا على أنها من التكبر أنه أنا ما بسلم، بنطر ليسلموا علي، بنطر ليسلموا علي. ليش؟ لأنه أنا صاحب شأن. ومن هون بتلاقي التوجيه الإسلامي بالأخلاقيات كان سلم، بادر بالسلام، المبتدئ بالسلام له الأفضلية، له الحسنات الأكثر، حتى لو كان اللي عم تسلم عليه مين؟ صغير، اسبقه بالسلام. هذا التوجيه الإسلامي ليش؟ ليضرب صفة التكبر الموجودة بأنه أنا أنتظر أن شو يعملوا؟ يبدأوني بالسلام، أنا شيء مهم. طيب، حتى إذا بقولوا لك من الأمثلة أنه إذا عم تحكي مع واحد مثلا، هذه بتشوفوها وين؟ بين الرئيس والمرؤوس، صاحب الشغل والعامل. ونحن اليوم بعيد العمال، في بعض البيئة شو بيجي بيعمل؟ بده يحكي، تحكي معي أنت واقف، ما بتقعد قدامي على الكرسي، قاعد المدير على الطاولة، لازم اللي بده يفوت الموظف شو يعمل؟ يكون واقف. ليش؟ قال هذا من البروتوكول، هذا من الاحترام. هذا في الحقيقة شو عم بيساوي؟ عم يعمل منزلة لهذا الشخص، عم بيربي له هذه فكرة الكبر لتتحول إلى سلوكيات وتكبر في حياته. اثنين، أنه بيجي يستنكف أن يسمع موعظة ونصيحة من أحد. مين أنت حتى توعظني؟ مين أنت حتى تنبهني؟ أنت شو بتعرف؟ هذه من السلوكيات أيضا شو اللي تدل على تكبر، يرى لنفسه منزلة، بيشوف حاله أنه هو اللي بيفهم، هو الأعقل، هو الأعلم، هو اللي بيوزع فهم على البشر كلها، مش هيك؟ فما بيقبل أنه شو يصير؟ أنه حدا يجي يوجه له ملاحظة، ما بيقبل أبدا. كمان القرآن الكريم نبه على هذه السلوكيات، وإذا قيل له اتقي الله أخذته العزة بالإثم. أنت مين لتقل لي اتقي الله؟ شو عم تنبهني؟ شو عم تعمل لي؟ هذا تكبر حقيقة. كمان إذا هو بده يتفضل ويتكرم هذا المتكبر ويوعظ حدا، شوف كيف بيوعظه، بيوعظه بإهانة، مش موعظة هي بتصير، بذله، بده يعرفه على شغلة بسيطة، بده ينبهه على خطأ معين، بيعتمد أسلوب الإذلال معه، هذا أيضا شو؟ تكبر. كمان من مظاهر التكبر أنه يتقدم على الآخرين في المجالس وفي الطرقات، تمشي وراي أنا بمشي قدام، ما تمشي أصلا حدي أنا بمشي قدامكم. وبالأعداد أنت ما بتقعد هون، أنت بتقعد هونيك، هذا المكان لوجهاء المجلس. كمان هذه وين تصرف من سيرة النبي وأهل البيت عليهم السلام؟ الله أعلم. كمان من السلوكيات اللي نبهوا عليها، نحن بدنا نقول هول الأمور لأنه يمكن يكون والعياذ بالله في شيء غلط عم بيصير ونحن مفكرينه عادي. كمان من الأمور إنه واحد عم يحكي معي ما بعيره اهتمام، يعني هو عم يحكي أنا عم بتطلع بشوف حدا تاني، إيه سامعك كمل أنا عم بحكي. هذه رغم إنه هي يعني مع إنه هي شو سلوك أخلاقي سيء، عدم الاهتمام بالآخرين، بينما سلوكيات أهل البيت عليهم السلام شو كان يقبل عليهم إذا حدثوه، شو يوجههم، يعطيهم اهتمامه، يقعدون حده. طيب، وكمان منها قالوا الاختيال في المشي، الاختيال في المشي وجر الثياب. أيام قبل كان الثوب لازم يكون طويل يمشي على الأرض، حتى شو إنه هذا دليل موقعية ودليل غنى ودليل شرف، فكان جر الثياب. ومن هون إجا التوجيه الإسلامي بتقصير الثياب، شو عمل؟
بتقصير الثياب، مش بس حتى يقولوا قصة طهارة وما طهارة وأنه لازم يترفع على الأرض، كمان لأجل أنه شو ينهي أصل فكرة أنه واحد يتكبر بثيابه. لا تمشي في الأرض مرح. طيب، هذه مجموعة من السلوكيات اللي وردت في كلمات علماء الأخلاق نبهونا عليها، وهناك أمثالها كثير، لكن يجمعها التعريف اللي ذكرناه، أنه الإنسان يرى في نفسه منزلة معينة من ناحية الشرف بالعائلة، من ناحية العلم، من ناحية الثروة، من أي شيء، شوف لنفسه ميزة على الآخرين، ثم يبدأ يتصرف مع الآخرين بعد أن يقايس بينه وبينهم، يتصرف على أساس المنزلة ويفرض لحاله شو موقعية. في القرآن الكريم الله عز وجل، نحن تعرفنا على الآيات اللي حكت لنا إنه أقوام الأنبياء كذبوهم، نوح، عاد إلى آخره. الآن في عنا آيات أخرى تدل على ذم هذا الخلق وعلى آثاره السيئة. يقول الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طبع القلب بمعنى أنه هذا القلب بعد خلص شو بصير، بعد ما في إمكانية أن يهتدي. مش أنه الله سبحانه وتعالى هو يجعله ذلك كذلك والعياذ بالله، لا، هو بتكبره، هو بسلوكه السيء، هو بمعاندته، هو بأخلاقياته الفاشلة، هو عمل لنفسه هذا السلوك. فشو صار النتيجة الطبيعية؟ أنه شو يطبع الله على قلبه. كمان آية أخرى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون. أنه هذا اللي يتكبر أكيد لن يستمع لآيات الحق، لن يهتدي، فالله سبحانه وتعالى بقول سأصرفه عنه. قال عز وجل أيضا: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذه بالآية 93 من سورة الأنعام، إلى أن يقول عز وجل: وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني أنتم وصلتوا لهون إلى هذه العاقبة السيئة بسبب أنكم كنتم تستكبرون. كمان: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. كمان: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وأيضا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآية الشريفة اللي هي سورة غافر الآية 56 يقول عز وجل إنه في صدورهم، أو إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذه الآية الوحيدة لعله اللي مرقت فيها كلمة كبر، مش تكبر، مش استكبار. احنا ميزنا بين الكبر والتكبر والاستكبار، انه هولي في صدورهم حالة كبر، شافوا حالهم في مستوى معين ما رح يقدروا. الله سبحانه وتعالى بيقول ما رح يقدروا شو يعملوا، هذا يصرفوه بالعلاقة مع النبي والرسالات، يعني سيفشل مشروعهم عمليا، تكبرهم الخارجي، استكبارهم الخارجي، أن يكونوا نداً للأنبياء حتى ينفسوا عن هذه الموقعية والمنزلة ويحفظوها لأنفسهم، ما هم ببالغي، لن يصلوا إلى نتيجة. كمان بالروايات حكى عن ذم التكبر: لا يدخل، عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. السورة الشريفة شو بتقول؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يعني، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعني. نفس وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. كمان: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. هذا الإزار يعني قسم التحتاني من التياب،
ثوب اللي من تحت، يجره شو بطرا، مرة فيش معه شغلة يربطها مش قادر يربطه، بس انه لا يجره بطرا ورئاء الناس. تعرفوها كلمة بطرا، وقت اللي الإمام الحسين سلام الله عليه إني ما خرجت أشرا ولا بطرا، بيقول هو الفرح المذموم الذي يخرجه عن التصرف كما تقتضيه الشريعة، كما يقتضيه العرف، كما يقتضيه السلوكيات الأخلاقية الجيدة. يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في جهنم. كمان في رواية حلوة كتير هون عم تحكي عن مجموعة من السلوكيات الأخلاقية السلبية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. يعني راح أخذ سلوك في مقابل صفة إلهية اللي هي شو؟ صفة الجبار. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بعد: بئس العبد عبد تبختر واختال ونسي الكبير المتعال. شو عم تعمل؟ عم تضاد صفة إلهية. بعد: وبئس العبد عبد غفل وسهى ونسي المقابر والبلا. شوف كل صفة مقابلة شو؟ انه في شيء بنبهك بالحياة: غفل وسهى ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وبغى ونسي المبدأ والمنتهى. جميل الرواية، تجي فيها شو؟ أربع سلوكيات وأربع أمور مهمة جدا بحياة الإنسان. أيضا يمكن آخر رواية بنحكيها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر. نحن هلا النمل الصغير بنقول له شو؟ ذر، صغير، أصغر شيء بيكون. تطأهم الناس لهوانهم على الله تعالى، أنه أنت جاي عم تتكبر، جاي يوم ستحشر يوم القيامة في صور الذر، في حجم الذر، الناس تمشي عليك أيها المتكبر. هلأ بأقسام التكبر، قالوا كتب الأخلاقيات جميلة جدا عنا، خصوصا إذا بنيت على شو؟ على الآيات القرآنية الشريفة. فإجوا قالوا علماء الأخلاق عنا ثلاث أقسام من التكبر: عنا تكبر على الله، عنا تكبر على الأنبياء، وعنا تكبر على الناس. هو الأمثل اللي أعطيناهن انه ما بيقعد مع الخادم، ما بيسلم، ما هي تكبر على مين؟ على الناس. تكبر على الانبياء اللي مرقت بالمحاضره السابقه، اللي كانوا يرفضون دعوه الانبياء. اصلا القران الكريم حكى بعده ايات عن لسان المكذبين اللي كذبوا انبياءهم، انه شو اللي اسباب دعوتهم للتكذيب ورفض الدعوه. مثلا إنه بعضهم شو إجا قال: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ إنه فلان صار نبي، فلان، ما هن حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه قالوا إنه الله ما لقى إلا يتيم أبي عبد المطلب يجيبه يعمل نبي، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي إنه لازم يكون عند سيد مكة أو سيد الطائف، هذا بحق له يكون نبي، يتيم بيكون نبي. استكبر، إذا مستكبرين عمين؟ عنبياء. أهؤلاء من عليهم من الله عليهم من بيننا؟ بعد أي تانية كمان كان يقولوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ إنه بشر، نحن لازم يجي الله والملائكة. آيات متعددة حكت بهذا المجال. أو: إن أنتم إلا بشر مثلنا. شو قاعد عم تقول لي أنت نبي وأنت بشر؟ تأكل مثلي وبتشرب مثلي وبتموت مثلي؟ لا، لازم النبي يكون مستوى أرفع من ذلك.
أو قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. يعني مش بس إنه هن رفضوا، حملوها مثل بقولوا يافطة ومشيوا فيها. ما حدا يطيع بشر، الرسول مش لازم يكون بشر. سبحان الله، النبي والقرآن التوجيه معاكس تماما. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن إلي ميزة يوحى إلي، أني لا أعلم الغيب، أني لا أستطيع أن أقدم لكم المعجزات، أنا رسول يوحى إلي. كمان قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، أو أنزل علينا الملائكة، أو نرى ربنا. أظن أكثر من هيك بده يشوفوا الله ليأمنوا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، استكبروا وعتوا عتوا كبيرا. طيب، فإذن هذا القسم الثاني هو الاستكبار على مين؟ على الرسل والأنبياء. أما الاستكبار على الله سبحانه وتعالى، مثال الأول قلنا مين؟ إبليس أبى واستكبر. كمان الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن، العلاقة صارت مشكلة مع مين؟ مع الله. يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آية تانية، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا. هذا استكبار على الله سبحانه وتعالى. كمان، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. أيهم أشد على الرحمن عتية، مشكلته مع الله. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فإذن هذه كما قلنا، تعرفنا اليوم على الفرق بين العجب والكبر، وتعرفنا على الفرق بين الكبر والتكبر والاستكبار، وشفنا كم هو مذموم هذا الخلق السيء، وأيضا تعرفنا على أنه ثلاث أقسام: تكبر على الله، تكبر على الأنبياء، وتكبر على الناس اللي يعيشون معنا. ورأينا بالمقابل أنه سلوكيات اللي بيوصف بها القرآن وسيرة أهل البيت عليهم السلام، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي تماما مثال للتواضع. وبيجي شخص بيقول لك ليش أهل البيت سلام الله عليهم كان يحبهم الجميع، كان يحترمهم الجميع، ليش كانوا يؤثرون في الجميع، ليش كل ما كان يقعدوا مع حدا حتى لو كان معاند لهم كان يطلع من عندهم يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هني مثال حقيقي كانوا على الأخلاقيات القرآنية، على السلوكيات الحقيقية الإسلامية السليمة. ومن هون جاءنا الأمر أنه أن نقتدي بهم، أن نتأسى بهم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، مش بس بكلامه أنا بدي أخذه للرسول، أنا بدي أخذ أيضا بشو؟ بالسيرة. نحن شو منقول؟ السنة، مش سنة رسول الله، سنة رسول الله هي قول النبي وفعله، فعله سلوكه الخارجي وتقريره، سواء كان في مجال عبادة أو في مجال سلوكي معين، أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لنهتدي إلى مكارم الأخلاق التي جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مشكلتنا فعلا إخواننا تاريخيا وبزماننا وكل زمان، وهالمشاكل كلها اللي بتشوفها بالمجتمع هي سوء الأخلاق، سوء الأخلاق. فعملية الإصلاح والتغيير والتبديل أن نكون نحو الأحسن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأول شيء بدنا نغيره هو شو؟ السلوكيات الأخلاقية. يمكن يكون الإنسان بينه وبين نفسه كافر بس أخلاقياته منيحة مع الآخرين. ما يفيد الآخرين هو شو؟ هو سلوكياتك، تعاطيك أيها الإنسان.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والفاتحة إلى أرواح الشهداء أمواتنا جميعا، لا سيما العلماء وأمواتنا المنسيين، ولا سيما شيخينا الجليلين الشيخ جعفر والشيخ سلمان الخليل، إلى أرواح الجميع الفاتحة. تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.